اتصال، الو، احنا في الاستقبال، عيان محتاج جهاز تنفس وقعدت ما قعدتنا في اوضه الاستقبال بينفخوا له بالايد. اقوم اقول دقيقه واحده، التليفون الثاني اتصل مدير المستشفى، ما عنديش ولا سرير على جهاز، انا بنفخ العيان لغايه ما اتوفر مكان. نوفر مكان، اتصل احنا وزاره الصحه مقدمه خدمات قويه جدا، بينها طوارئ، تطلب الطوارئ، عندي عيان مواصفاته 1 2 3 مش لاقي له سرير. بيقوم قايل لي ربع ساعه اشوف لك مكان، لقى له مكان عنايه بركه السبع. تيجي تلاقي العيان واهله، لا مش متحركين، احنا قاعدين عندك هنا تنفخوا له، اصل احنا مش واثقين غير في الجامعه. يا عم هيموت منك هنا، ما هو التنفيخ بالايد ده مش الجهاز. اطلع على بركة السبع والاسعاف بعتنا نجيبه لك، لا مش متحركين. احنا قاعدين لما يفضل مكان. هو هيت وهيقعد وهيسكت. ده هيقعد وهيقفل الدنيا. هيكلم مدير الامن. لا ده لو مؤدب هيكلم الناس تتصل. على اساس ان انا عندي السرير شايله جوه ومخبيهولي، مش هيحصل. ما اقدرش اشيله. اشيله لمين؟ هو العيان السرير بيفضل ازاي يا اخوانا؟ بيفضل طريقتين، مفيش غيره. يا العيان اتحسن فمش محتاجه، بنقله العنبر وربنا يشفي كل مرضانا، يا ربنا افتكر المريض. العيان اتنقل نزل العنبر، السرير بيتنضف ويجهز والجهاز بيجهز في خلال نص ساعة، على ما العيان يطلع من تحت بيكون العيان بينزل يكون لسه ما بريكش السرير بيتحط عليه، العيان توفى على ما ينزل المشرحة بيقعد ساعة على السرير لغاية ما ينزل المشرحة ويطلع، عيان مكانه. طبعا عندي مكان مدخل، ما عنديش مكان. تلاقي عيان تاني حجز وقعدناه في الدور هيركب شرايح ومسامير. بشرح لكم المشاكل اللي بتجيلي كل يوم منه، وعارفينها احنا كمان يا دكتور. كل يوم بتجيلي، اصل انتوا متخيلين ان احنا في برج عالي مش عارفين، من التليفون شغال اول ذا تايم، شرايح ومسامير واتحجز ومكسور. مكسور ده البلد كلها قاعده جنبه، ما دخلوش العمليات يا دكتور. اتكلم، يطلع ان هو في سبب طبي لعدم دخول العمليات. العيان نفسه وحش او عنده مشكله، لو دخل هيموت فلازم يصبر. طب الكسور غالبا ما بتبقاش عاجله، او في تجمع دموي جامد فلازم نشده الاول يومين ثلاثه على الشده لحد ما العضلات تريح وتفك والادويه تشتغل وهيدخل. ادي سببين العيان مش قادر يفهمهم ان ده داعي طبي، هو المريض المصري شكاك بطبعه. ايه يا فندم؟ ثقافه صعبه تتغير. ايوه ماشي، انا مراعي ده. انا على فكره انا ما بزعلش، لان انا بحط نفسي مكان العيان اللي ابوه ولا امه اتكسر وشايله بيقول ورايح المستشفى ومش تخيل ان الدكاتره بلطين ومش عايزين يعملوا له لازم، مش قادر يفهم ان في سبب حقيقي. ساعات بقى يبقى في سبب مش طبي بس سبب لوجيستي انا مش عارف اتصرف فيه. طب العيان ده محتاج مفصل او شرايح او مسامير مش موجوده في المستشفى، لازم يبعت يجيبها، يا اما المريض هيجيبها لو مستعجل، يا اما انا بعمل امر شراء واجيبها. وانتوا عارفين اكتر مني المشاكل اللي في الشركات دلوقتي. لا قبل الشراء الموحد دلوقتي اصلا ثلاث ارباع الشركات ما عندهاش بضاعه. يعني تيجي تكلمه من تلاقيه الحاجه موجوده، المقاس مش موجود، المقاس موجود، المسمار الفلاني مش موجود. سيبك بقى من الفلوس في جيبي ومفيش مشكله. بصي بي انا عندي اليات اشتري في لحظي، اما يكون البضاعه متوفره انا عندي اليات وعندي من المرونه اشتري لحظي. يعني ايه؟ يعني عيان محتاج له شرايح ومسامير، ممكن اتصل بالشركه في المستشفى، يتصل بالشركه هات لي دلوقتي ده وهبعت لك الورق ده وارد، بس مش في كل الحالات ومش في كل البضاعه. حاجات الدرجه اللي ممكنه ممكن. عندي آلية تانية، الحاجات المستهلكة كتير بيبقى عندي منها رصيد مخزني، يعني أنا اللي مش هيتركن عندي وعليه حركة ببقى موفر، عامل عقد التوريد بتاعي توريد جزئي، بيبقى فيه كميات متوردة قبل ما تخلص أكمل فيها، إنما في حاجات ما تجيش غير بالمقاس وبالطلب، يا إما طلباتها قليلة يا إما لازم تيجي بالمقاس، ما ينفعش أوفرها رصيد مخزني. النقطة دي